في الفيديو ده هنعلمك 4 أسرار ذهبية في الميدل جيم، خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة ويلا بينا. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش اللايك والشير، واترك لنا اقتراحا تريده في القناة، واترك لنا تعليقا محفزا لنشر المزيد. الميدل جيم هي المرحلة الأكثر شراسة وصراعا في لعبة الشطرنج، حيث يواجه اللاعب باستمرار تحديات تكتيكية واستراتيجية. ومن دون شك يعد القدرة التكتيكية بين قوسين فن التكتيك أمرا أساسيا في إدارة المعركة بشكل مباشر على رقعة الشطرنج، في خلق التهديدات أو التهرب منها وما إلى ذلك، وكل هذا على المدى القصير. ومع ذلك نحتاج أيضا إلى بعض المفاهيم الأساسية حول ما هي الأشياء المفيدة لنا على المدى الطويل، وهي فن الاستراتيجية. ويقول مدرب الشطرنج الشهير مارك ديفورتسكي أن أي إجراء يتم القيام به على رقعة الشطرنج إما أن يكون تكتيكا وإما أن يكون استراتيجي. وطبعا من السهل فهم تلك التكتيكات، حيث يتكون التكتيك من بعض الأدوات مثل التهديدات والشوكة والربط والانحراف وإزاحة القطع وما إلى ذلك من هذه الأدوات. أما ما تتميز به الاستراتيجية فهي 4 مبادئ أساسية: تحسين أوضاع القطع، لعب البيادي ودورها الفعال، فن التكسير، فن مبدأ الوقاية أو استراتيجية المنع. تعالوا بينا نشوف مثال عشان نفهم كل ما سبق، يلا بينا. هيا بنا نشاهد هذا المثال عشان نفهم المقدمة السابقة. النقلة هنا للاعب الأسود، لو أنت مكان الأسود ماذا تفعل؟ عاوزك بقى توقف الفيديو وتفكر شوية وتجيب أفضل تكملة للأسود في هذا الشكل. وكما تعلمنا في الفيديو السابق من كورس الميدل جيم في الدرس الأول، يجب أولا تقييم الموقف ثم عمل خطة تناسب هذا التقييم. تعالوا بينا نقيم الأبيض والأسود. تعالوا بينا نقيم موقف الأبيض. يبدو لنا من الوهلة الأولى أن الأبيض أفضل بشكل واضح. لماذا يا جماعة؟ أول حاجة عشان كل قطع الأبيض نشطة، زي ما احنا شايفين الوزير والفيل عاملين ازدواجية وترية على هذا الوتر الجيد. رخ الدي منتشر انتشار جيد، رخ السي منتشر انتشار جيد، الحصان والفيل منتشرين انتشار جيد. إذن دي أول ميزة بالنسبة لموقف الأبيض. طيب الأبيض برضو عنده أغلبية بيادي ماجورتي بون على جناح الوزير، وهذه ميزة موقفية تعطي له الأفضلية في نهاية الدور على المدى البعيد، اللي هي يا جماعة البدائين دولت في نهاية الدور بعد تكسير أغلب القطع وتخفيف القطع هيكون في بدائين قصاد بيدق، ومن خلاله هينتج بيدق سالك، ومن خلاله الأبيض بيكسب بهذا البيدق. حلو الكلام. طيب إيه الميزة الثالثة اللي موجودة في الشكل هنا؟ الميزة الثالثة إن لا توجد أي إضعافات في هيكل البيادي بون ستراكشر لدى الأبيض، بمعنى إن كل هيكل البيادي عند الأبيض منتظمة. حلو الكلام، يبقى إحنا كده قيمنا الأبيض بشكل عام. تعالوا بينا نقيم موقف الأسود. من الوهلة الأولى أيضا يبدو لنا أن الأسود أسوأ من الأبيض. لماذا؟ 1، لديه إضعاف في هيكل البيادي في جناح الوزير المتمثل في إضعاف بيدق A6، وده أول إضعاف. حلو الكلام. 2، لديه إضعاف خطير في وضعية القطع بشكل عام، وخصوصا في الحصان الموجود على عمود الإي، وده تاني إضعاف. 3، لديه إضعاف في جناح الوزير في مربعات A5 وC5، وطبعا في مربعات أخرى. يبقى عرفنا كده إن الأسود أسوأ من الأبيض. حلو الكلام. طيب إيه المطلوب منك بقى؟ المطلوب منك بعد التقييم إن أنت تعمل خطة تناسب هذا التقييم، وتحاول أن تحل مشاكل الأسود التي يعاني منها. تعالوا بينا نستعرض مشاكل الأسود ونحاول حلها. وأول مشكلة هتقابلنا هو بيدق A6. طبعا البيدق ده يا جماعة ده إضعاف، وإضعاف خطير، ولكن تكمن خطورة هذا الإضعاف في الإند جيم أو في نهاية الدور، أي على المدى البعيد.
وممكن الاسود يعوض ذلك باخذ تفوق على الخصم اثناء الدور. حلو الكلام. يعني يا جماعه برضو لما نيجي نحل المشاكل لازم الاول تشوف المشكله الاولى ايه اللي انت تحلها. في مشكله وقتيه لازم تحلها دلوقتي، ما ينفعش ان انت تتاخر عليها، وفي مشكله ممكن تتحل بعد كده على المدى البعيد، زي بيدق اي 6 ده اضعاف موجود على جناح الوزير، خطورته هتبان في الاند جيم، ولكن انت دلوقتي في مرحله الميدل جيم ممكن تاخد تفوق على الخصم وتحاول ان انت يبقى ليك تعويض كافي عن الاضعاف ده. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالوا بقى نشوف المشكله الثانيه، وهي الاضعاف في وضعيه القطع، وخصوصا حصان الاي اللي موجود على العمود الاي. الوضعيه دي اسمها وضعيه وقتيه، بمعنى ان الحصان دلوقتي ما ينفعش يتحرك خالص، يعني هيفضل في مكانه طول الوقت، ودي مشكله اهم بكتير من مشكله الاضعاف اللي موجود في اي 6. ليه؟ ان انت من خلال وجود الحصان يبقى انت كده بتلعب بقطعه خارج اللعب، اوت اوف بلاي. طيب الحصان ده كمان عامل مشكله ثانيه، ان هو يعرقل نشاط قطعه اخرى اللي هي الرخ اللي على العمود الاف، يعني انت كده معاك قطعتين اوت اوف بلاي او خارج اللعب، يعني انت كده بتلعب باربع قطع بدل ما كنت بتلعب بست قطع. يبقى دي مشكله خطيره جدا، لازم تحل المشكله دي. حلو الكلام. يبقى احنا كده عملنا برضو فلتره للمشاكل اللي عندنا بالنسبه للموقف ده، بتشوف المشكله اللي هي اشد خطوره وتحاول تحلها الاول، وبعد كده تبص على المشكله اللي بعدين. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالوا ننظر نظرة أخرى في هذا الموقف ونصنف هذا الموقف. في معلومة مهمة جدا لازم أقولها، اللي هو تصنيف الموقف. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني الموقف ليه نوعين، موقف غامض وموقف واضح. يعني الأسود هنا موقفه غامض، ويعني موقف غامض معناه إن الأسود ملهوش ما عندوش نقلات واضحة يلعبها. في بعض الأحيان توجد أشكال غامضة وغير واضحة ولا نعلم كيف نتعامل معها، فماذا نفعل؟ فعلا يا جماعه في ادوار بتقابلنا واحنا بنلعب نبقى مش عارفين نلعب ايه. الادوار دي يا جماعه بتبقى بنسميها ادوار غامضه او غير واضحه. طيب تعمل انت ايه في الادوار دي؟ تعالوا اقول لكم سر بقى من اسرار جراند ماستر يكمن في هذه العباره. عندما تجد ما تفعله على رقعه الشطرنج العب تكتيك، يعني اما يكون اللعب واضح قدامك هتلعب الافكار المتاحه اللي موجوده في الشكل، نقلات تكتيكيه، نقلات منطقيه، يبقى انت هتلعب على الفكره دي. حلو الكلام. طيب وعندما لا تجد ما تفعله على رقعه الشطرنج العب استراتيجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اما يكون في ادوار غامضه، موقف زي المواقف دي، زي موقف الاسود اللي قدامنا ده، موقف غامض الاسود مش عارف يلعب ايه، يلعب هنا بقى ايه؟ اللعب الاستراتيجي. وطالما قلنا اللعب الاستراتيجي يبقى لازم نتكلم عن المبادئ الأربعة في اللعب الاستراتيجي في الميدل جيم، بمعنى إن أنت في الأدوار الغامضة علاجك إن أنت تلعب بأحد الأربع مبادئ في الاستراتيجية في الميدل جيم اللي إحنا قلناهم في المقدمة. تعال نراجع عليهم تاني ونفهم يعني إيه الأربع مبادئ دول. أول مبدأ هو تحسين أوضاع القطع، بمعنى إن أنت في الميدل جيم لو أنت ما عندكش أي نقلة تلعبها العب على فكرة تحسين أوضاع القطع. عندي حصان مش نشط انشطه، عندي رخ مش نشط انشطه، عندي فيل مش نشط انشطه، وهكذا. يبقى دي اول فكره استراتيجيه ممكن تلعبها في الميدل جيم. الفكره الثانيه هي دور البادئ الفعال. طبعا احنا قلنا البيدق ليه اكثر من وظيفه في كل مرحله. في مرحله الافتتاح كان ليه دور زي السنتر والوسط واخذ المساحه وهكذا، ده احنا اتكلمناه في كورس الاستراتيجيه في الافتتاح. البيدق برضو ليه دور فعال جدا في الميدل جيم، وهو مساعدتك على الهجوم والدفاع واخذ المساحه على الخصم. دور البادئ في الاند جيم طبعا دور واضح اللي هو الترقيه، ان انت تلعب على فكره الترقيه وتسلك بيدق وترقي. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالوا بقى نشوف فن التكسير. فن التكسير ده مبدا خطير جدا من مبادئ الاستراتيجيه في الميدل جيم. وايه فايده فن التكسير؟ ممكن من فن التكسير ان انت تكسر عشان تاخد افضليه ماديه، او تكسر عشان تاخد ميزه موقفيه، او تكسر عشان تبسط الموقف.
او تكسر عشان تتخلص من القطعه المزعجه لدى الخصم، او تكسر عشان تتخلص من القطعه السيئه لديك. وطبعا في افكار كتير. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى نتكلم عن المبدا الاخير اللي هو مبدا الوقايه او استراتيجيه المنع. يعني ايه مبدا الوقايه؟ اللي هو تتبع خطط الخصم ومنعها. بمعنى يعني الخصم عاوز يحتل مربع انت بتمنعه، الخصم عاوز ياكل بيضه انت بتحمي البيضه، وهكذا. اللي هي الافكار ايه؟ ان انت بتمنع خطط الخصم بشكل عام، الخصم عاوز يديك فورك في مربع بتمنع المربع ده، وهكذا. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالوا بقى نستحضر احد الاربع افكار اللي في الميدل جيم عشان نحل الموقف الغامض ده. دلوقتي الاسود دلوقتي عنده مشكله في وضعيه القطع، يبقى انت هتعمل هنا ايه؟ جود بلاي. يبقى انت هتلعب على الفكره الاولى من مبدا الاستراتيجيه في الميدل جيم اللي هو تحسين اوضاع القطع. طيب ازاي ان انا احسن وضع الحصان ده؟ العب ايه؟ جود بلاي. لو لعبت جي 6 اقول عليك لعيب استراتيجي من طراز فريد. فعلا النقله دي نقله جيده جدا، وخطه الاسود ببساطه ان هو يجي في مربع جي 7. وطبعا لو جه في المربع ده هيبقى عنده مربعين اماميين جيدين جدا للحصان، سواء مربع اف 5 او مربع اتش 5. حلو الكلام. لعب هنا الابيض بيشوب اف 1. فكره النقله دي ان هو يحمي البيضه اللي على عمود الجي، وفي نفس الوقت عينيه برضو على بيضه اي 6. حلو الكلام. طيب لعب هنا الاسود نايت جي 7، ودي فكرتها زي ما قلنا، بيكمل فكرته. دلوقتي هو عنده تهديد خطير على مربع اتش 5، ويعمل فورك بين الوزير والفيل، وعنده نقله ثانيه جيده وهي اف 5. طيب تعالوا اقول لكم معلومه مهمه جدا بالنسبه للقطعه السيئه. القطعه السيئه ليك فكرتين للتعامل معاها. اول فكره ان انت تطور القطعه السيئه، زي ما طورنا كده الحصان وعاوزين نجيبه لا اما في اف 5 لا اما في اتش 5، ودي اول فكره. طيب الفكره الثانيه للقطعه السيئه ايه؟ ان انت تتخلص من القطعه السيئه بتكسيرها في قطعه نشطه لدى الخصم. على سبيل المثال يعني الاسود لو خطته ان هو شايف ان الحصان ده سيء معاه، ممكن يجي في مربع اتش 5 ويكسره في الفيل النشط جدا لدى الابيض. حلو الكلام، حلو الكلام. لذلك هنا الابيض خاف من النقله دي ولعب نقله مشكوك في امرها وهي كوين اي 3. طبعا النقله دي نقله سيئه، هدفها ان هو يتجنب الفورك اللي موجوده على اتش 5. الافضل كان يجيب الوزير في مربع اتش 3. حلو الكلام. طبعا هنا استغل الاسود الفرصه ولعب نايت اف 5، ودي نقله تيمبو، وكده الاسود كسب نقله على الخصم. طبعا اجباري الابيض لازم يلعب يحرك الوزير، ولعب فعلا كوين اتش 3. لعب هنا الاسود رخ الاف في دي 8، وكده يا جماعه في اربع نقلات بس استطاع الاسود ان هو يغير مجريات الامور. بدل ما كان الابيض هو عنده الافضليه، اصبح الاسود هنا بقى عنده الافضليه. ليه يا جماعه؟ عشان فكره واحده احنا لعبنا عليها في اللعب الاستراتيجي، وهي فكره تحسين القطع. حلو الكلام. لعب هنا الابيض ار دي 3. فكره ار دي 3 هي فكره بسيطه جدا، ان هو عاوز يجيب رخ السي على عمود الدي ويسيطر على عمود الدي. لعب هنا الاسود نقله جيده. عاوزك توقف الفيديو وحاول تجيب لي النقله الجيده دي ايه. جود بلاي. لو جبت اي 5 اقول عليك لعيب استراتيجي من طراز فريد. النقله دي ليها اكثر من هدف. اولا بتهدد الفيل بتمبو، ثانيا عملت قاعده اماميه جيده للحصان في مربع دي 4، ثالثا عنده نقله محتمله ممكن نلعبها اللي هي اي 4. حلو الكلام. لعب هنا طبعا اجباري لازم يحرك الفيل، ولعب بيشوب دي 2. طبعا النقله دي نقله سيئه عشان الاسود عنده نقله قويه جدا وهي نقله اي 4. وانا عاوز اقول بقى حاجه مهمه جدا بالنسبه لتحريك البيدق. هنا دخلنا في مبدا تاني وهو مبدا دور البادئ. هنا دور البادئ في الشكل ده كان له عمل كبير. دلوقتي انا بالنقله دي انا عملت تيمبو على الرخ واجبرت الرخ على التكسير. طيب تعال اقول لكم برضو قاعده مهمه جدا، بيقول لك لا تكسر القطع التي تساعد على انتشار الخصم. يعني لو انت الابيض وعملت رخ في رخ، انت كده لعبت خطا استراتيجي. يعني ايه يا جماعه؟ بمعنى ان انت كده ساعدت الاسود على انتشار الرخ في مربع دي 8، وكده الرخ اللي كان غير ناشط في عمود الايه اصبح ناشط في عمود الدي، وكمان
طالب الفيل بتيمبو، يعني انت كمان كسبت الاسود نقله تيمبو زياده، يعني اجباري لازم هنا يحرك الفيل. لذلك هنا حرك الابيض بيشوب اف 4، لعب هنا الاسود نقله جيده اخرى وهي اتش 5. اتش 5 ايه الهدف منها؟ بمنع طرد الحصان من مربع اف 5. طيب النقله دي بنقول عليها ايه بقى؟ ده المبدا الثالث اللي هو مبدا ايه يا جماعه؟ اللي هو مبدا الوقايه. دي ده مبدا الوقايه، انا بمنع فكره الابيض ان هو يطرد الحصان من اف 5. يبقى انا كده في الفيديو ده قلت لك ثلاث مبادئ: مبدا تحسين اوضاع القطع اللي يتمثل في نشر الحصان، المبدا الثاني اللي هو دور البادي اللي هو تمثل في نقله اي 5، المبدا الثالث اللي هو تمثل في نقله اتش 5. وطبعا مبدا التكسير اللي انت استفدت منه برضو، المبدا الرابع اللي هو اجبرت الخصم على تكسير الرخ على مربع دي 8. يبقى انت كده في المثال ده انت عرفت الاربع افكار مبدئيا بشكل عام. عموما الدور ده انتهى بالمناسبه، يعني انتهى بفوز الاسود بعد كده. حلو الكلام، حلو الكلام. لو بقى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي افضل نقله عجبتكم في الدور ده ايه، برضو اكتبوها لي في التعليق. وان شاء الله بقى الفيديوهات القادمه هنتكلم على دور البادئ الفعال بشكل مفصل، وبعد كده هنتكلم عن فن التكسير بشكل مفصل، وبعد كده هنتكلم على مبدأ الوقاية بشكل مفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.